المكان مدرجات استاد بورسعيد، الزمان الأول من فبراير عام 2012، الحدث مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي. عمان ومدينة مصرية تتناوب عليها صرخات حزن على أرواح 72 شابا كان آخر ما لفظوه هو هتاف ناديهم المفضل. تشهد مصر اليوم الذكرى الثانية لواحدة من أبشع الحوادث الكروية في تاريخ الرياضة المصرية، وذلك بعد أن تسببت مباراة كرة قدم بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي في وفاة 72 شابا من جمهور الأهلي، والتي أقيمت باستاد بورسعيد ضمن منافسات بطولة الدوري العام. مع انطلاق صافرة نهاية المباراة انطلقت نوايا الشر لتبعث لأهالي الضحايا بأرواحهم في نعوش خشبية في مشهد درامي سيظل عالقا في سجلات الكرة المصرية، وذلك عندما اتجهت مجموعة مندسة إلى مدرجات الأهلي بعد أن انطفأت أنوار الاستاد وهجمت على الضحايا الذين حاولوا الهروب دون جدوى بعد إغلاق أبواب الاستاد. حكمت المحكمة حضوريا بالإعدام شنقا عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. وفي 26 من يناير للعام الماضي قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 21 متهما في القضية بالإعدام شنقا، كما قضت المحكمة بحبس 10 متهمين 15 عاما والمؤبد على 5 أشخاص والحبس 10 أعوام على 6 متهمين، فيما قضت ببراءة 28 آخرين. وفي 9 مارس عام 2013 أيدت المحكمة براءة 28 متهما في القضية، الأمر الذي قابله ألتراس أهلاوي بثورة غضب اجتاحت شوارع وسط القاهرة ونتج عنها حرق مقر اتحاد الكرة وكذلك الاعتداء على نادي ضباط الشرطة بالجزيرة. هتافات لا تنقطع، أرواح ما زالت تهفو إلى نادي كان آخر ما نادت اسمه، وبقعة أمل تتوسط ميزان العدل أصبحت هي آخر الاحتمالات لحسم القضية. لميس حازم، NBC مصر.